بكم اخواتي، مرحبا بكم معايا مجيد في قناه عالم ام مسك. اليوم ان شاء الله ارتأيت اني نصايب لكم واحد الصوبه كتجي خفيفه وما فيهاش المكونات بزاف، وتصلح للكبار والصغار واللي دايرين الريجيم. المهم صوبه لذيذه وبمكونات بسيطه، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. وهاد الصوبه اللي كيميزها انكم كتشوفوا فيها كاع الخضر الحمراء اللي فيها الكاروتين، القرعه حمراء وبسطة حلوة وخيزو. وهاد الكاروتين مزيان للذات ديالنا، مزيان للعينين، مزيان لابو، ما كتخلي ما كيخليش لابو تنشف، وخصوصا بالنسبه اللي كيدير ريجيم انها مغذيه بزاف. وهذه تصلح حتى للدراري الصغار اللي عندهم من 6 شهور، غدا توجد لهم ماماهم توجد لهم ان شاء الله بهذه الطريقه. هذه راه كيحماقوا عليها وكتعجبهم بزاف. دابا ندوزو للمقادير. عندنا واحد 4 كيلو ديال القرعه حمراء، عندنا واحد 2 بطاطات، وبالنسبه للريجيم كنا استغناو عليهم رغم انهم هما راه فيهم النشويات مزيانين. 2 بطاطات مواسطين، 2 بطاطا حلوه، وواحد 3 العريشات ديال الكرافس ما فيهاش ربيع تاع الكرافس، واحد 4 خيزويات صغار، يمكن لكم ديروا 3 كبار، وواحد 2 تفاحات. هذا هو المكون اللي زايد في هذه الصوبه، 2 تفاحات. ومني كنطيبوها وكنطحنوها كنزيدوا لها واحد 2 فرماجات، ولا يمكن لكم الا بغيتوا ترجعوها غنيه تزيدوا لها اما كاس الحليب اما كاس ديال لا كريم فريش. وبالنسبه للسيزونمون العطريه اللي غنحتاجوا الملحه والسكينجبير فقط، عليها قلت لكم اخواتي تصلح للدراري اللي عندهم 6 شهور من الفوق، اللي يلا غيبداو يتذوقوا الحاجه. من الاحسن يتذوقوا هذه على طبيعتها، من الاحسن حتى لي مامو الا ما بغوش يديروا الملحه ما يديروهاش، يديروا غير هاد العناصر هكا، راه كتجي المذاق حلو طبيعي، لان الجزر ديال هاد القطعه حلو، القرعه الحمراء حلوه، وهاد النوع بطاطا حلوه راه اورانج راه كيكون حلو بزاف. دابا نمروا على بركه الله باش نشوفوا الطريقه. وما كنديروا فيها لا زيت لا والو، غنقطعوا عشوائي كما عودتكم في الصوبه اللي فاتت ديال لي زيبينا. وما غنديروا فيها لا زيت لا والو، وهاد الصوبه تصلح لنا دابا ان شاء الله باذن الله الا حيانا الله. رمضان جاي على الابواب، كاين اللي ما كيبغيش الحريره كتثقل عليه، هذه راه كتجي خفيفه وكتعطي واحد الانتعاشه بزاف. وان شاء الله باذن الله كل مره غندير لكم صوبه شكل جديد. هذه حتى حنا ماما هي اللي كانت كديرها لنا، واللي كيسمع المكون ديال التفاح مع قراح حلو مع القراح حمراء كتجي القضيه غريبه. صدقوني جربوها راه غتنال الاعجاب ديالكم نتوما وليداتكم ان شاء الله. دغيا كتوجد، ما كتاخذش وقت طويل بزاف، دغيا كتوجد. واللي بغاتها كاع دير معها واحد المرحله قياسيه انها تغلي الماء وتضيفوا لها غليان، راه توجد لها في 10 دقائق ما كاملاش، حيت العناصر كاع اللي كاينه هنا دغيا كطيب. والتفاح انا ما قشرتوش لان كيكحل. من الاحسن تاخذوا هذا الخضر كيكون فيه واحد المذاق شويه ماشي حامض، لا بالعكس هذا حلو، كيكون فيه واحد المذاق سبيسيال. بالاحرى نقولوا كتكون النكهه ديال التفاح الكونسونطريا فيه. شوف تحت لينا واحد دابا ان شاء الله انا غنكمل، غنزيد عليها غير الملحه وشويه سكينجبير
وغنقفل عليها ونتلاقاو اخواتي ان شاء الله باش نطحنوها مع بعضياتنا. وديك الساعه يمكن لكم تطحنوها بالطحانه اليدويه او بالكاس العصير او بالميكسور اللي عندكم اللي متوفر وكتوجد في وقت قياسي كما قلت لكم، حتى الاخر ساعه فمضى ان شاء الله الا تلفتوا عرفتوا ما ديروا كنتوا خارجين سورتو في الايامات الاخرى صافي كيكون بنادم عيا والحريره طلعت في الراس، واخا انا ماشي من داك النوع اللي كطلعي الحريره في الراس واخا نشربها يوميا كتعجبني بزاف حيت كاين اللي كتقل عليه. طيب اخواتي كملت هاد الملحه عندي ما كتملحش بزاف وغندير فيها معلقه ديال سكينجبير وهاد العويده ديال الكاف صنامي وهكا. ودابا غنزيد ليها الماء الكافي باش طيب وان شاء الله اخواتي نتلاقاو بعد ما طيب باش نطحنوها جميع. اخواتي هي الصبه ديالنا من بعد ما طابت انا طحنتها، دابا غنزيد لها الفرماج كما قلت لكم اللي بغى يدير لها هي كتجيب فرماج وكتجيب الحليب ولا لا كريم فريش. هنا غندير لها الفرماج وغنعاود نزيد نطحنها. انا غنوريكم الكثافه ديالها كيفاش كتجي، ما كتجيش خفيفه ما كتجيش ثقيله بزاف، ما كتجي بحال هكا. نطحنها ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. اخواتي هذا هو التقديم النهائي للشوربه ديالنا اليوم، راه كتجي بحال هذا الشكل هذا. كنتمنى انكم تجربوها لانها فعلا مفيده بزاف للصحه ومنعشه، وكما قلت لكم تصلح لرمضان وتصلح الوليدات الصغار وغيعجبو تعجبهم بزاف. انا بناتي راهم كيشربوا فيها دابا، وكنتمنى انكم تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم. وشكرا لكم والى وصفه قادمه ان شاء الله.